وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم التوحيد والتقوى. قال لنا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لو أن الناس كلهم جميعا أرادوا أن يضروك لم يضرك إلا بشيء كتبه الله عليك، ولو أنهم كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. من أغرب ما قرأت ما رواه الحافظ ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم في ترجمة أبي جعفر بن بسطام، وكان شاعرا، تشبب مرة بفتاة وكان يريد أن يتزوجها فأعرض أهلها عنه فتشبب بها فصارت أبياته، فنقم عليه أخوها واسمه الحسن بن الفرات وأراد له مقتلا، ودارت الأيام وولي الحسن بن الفرات رئيس الشرطة في بغداد. فأول شيء صنعه أن جلب أبا جعفر بن بسطام وزج به في السجن، وبعد 3 أيام أخرجه وأقامه أمامه في دار الشرطة ينظر إليه متعجبا. قال له أبا جعفر: هل لك قصة في رغيف؟ هل لك قصة في رغيف؟ فأجهش رحمه الله بالبكاء وقال: نعم، إن أمي كانت عجوزا صالحة وكانت تقول لي: يا بني دع الشعر، أنزل الله القرآن، وكانت تعطيني في كل ليلة رغيفا تدهنه بدهن أو بجبن تجعله تحت وسادتي، وتقول: لا تصلين الفجر حتى تعطيه لمسكين. وأنا على هذه العادة لم أتركها في حياتي قط، لا في سفر ولا في حضر، إلا في الثلاثة الأيام التي سجنتني أنت فيها. فقال أبو الحسن: سبحان الله، ما أعجب هذا، والله لا أنا أسوأ الناس رأيا بك، وما سجنتك إلا أتحين لك مكيدة، وإنني منذ 3 ليال أرى في المنام أني لا أصل إليك بشيء، أرميك بالسهام والرماح والنبل لا يصل إليك شيء، ينزل رغيف من السماء فتتترس به، والله ما آذاك شيء من مكائدي بذلك الرغيف، اخرج من بغداد في ليلتك هذه وعد إلى ما كنت عليه من الفقراء ولا أراك فيها مرة أخرى.